مساكم بالخير، مرحبا بكم في بكل حرية، حصة تأتيكم كل يوم على قناة 22. صرح الرئيس تبون في العاصمة القطرية الدوحة قائلا: الديمقراطية والله لن نتخلى عنها. الديمقراطية كما تعلمون خاوتي هو حرية التعبير، تداول على السلطة، لا ليبرتي دو لا بريس، وكذلك والأهم هو أن المواطن يعبر عن رأيه بكل حرية. المواطنين في بلادنا في الجزائر صنفوا ضمن المواطنين اللي ما عندهمش قيمة وما عندهمش ورقة يحطوها في صندوق الاقتراع وما عندهمش ثقل في موازين القوى وفي اختيار من يحكمهم مسؤولا صغيرا كان أم كبيرا. سعيد جدا بتواجد خونا الأستاذ حكيم عداد، عضو مؤسس وأمين عام سابق لحركة راج. مرحبا بك أستاذ حكيم. كيفاش تقيم ثلاث سنين الأخيرة التي عاشتها الجزائر مع الحراك، مع الكوفيد، مع خروج الملايين من الناس عطشانين للحرية، عطشانين للديمقراطية، عطشانين باش نتنفسوا كما قال الوزير الأول الأسبق سلال، ماهيش قضية ماكلة، هي قضية حابين نتنفسوا. كيفاش، ما هو تقييمكم لثلاث سنين وكيفاش عشت التروازيام أنيفرسار تاع الحراك؟ السلام عليكم زلف اللون، شكرا على الاستضافه في هذه القناه الجديده في لو بوكي الجيريان. مرحبا ويعطيك الصحه. فيما يخص السؤال نتاعك، كيف عشنا هذه الثلاث سنين؟ بايجابيات وسلبيات، بايجابيات ونقائص. الحاجه اللي ما لازمش ننساوها ولو رانا عايشين، وخاصه الجزائريات والجزائريين اللي راهم في البلاد في الوطن، صعوبات كبيرة ورايحين نتكلموا عليها بعد قليل، ولكن رغم هذه الصعوبات ما لازمش ننساو الأمل اللي بدا في شهر فبراير، ما نقولش 16 ما نقولش 22، ولكن في شهر فبراير 2019 في بداية الحراك السلمي، الحراك الثورة السلمية اللي بداها الشعب الجزائري. دونك أنا ليا سي حاجة كاين إيجابيات كبيرة اللي تحصلت عليها الجزائر، اللي تحصل عليها النضال من أجل المواطنة في الجزائر، من أجل الحريات. ونعاود نكرر، رغم الصعوبات ورغم المعتقلين ولو دخولنا للسجون ورغم القمع اللي راه سايد إلى يومنا هذا، إلى هذه الساعات اللي رانا عايشينها، كاين فيه إيجابيات كبيرة. بطبيعة الحال السلبيات، السلبية الأولى سيك مازال ما لحقناش للهدف المسطر الأول مسطر من طرف الحراك، وهو تغيير النظام، التغيير السلمي للنظام للذهاب إلى جمهورية ديمقراطية بمؤسسات كنت تكلم عليها من قبل، بمؤسسات شرعية وحرية الرأي وحرية الصحافة وإلى آخره. وهذا الشيء نظن باللي الناس اللي سميتهم سواء الرئيس تبون إلى نجموا نسموه رئيس أو السيد سلال، هذه الحاجات ما ينجموش يتكلموا عليها بس ما يعرفوهاش. إذا بصفة عامة فيه إيجابيات، ونظن الإيجابيات أكثر من النقائص، لأن كاين فيه، أنا صافي تقريب 35 سنة وأنا ناضل في الجزائر، راني هنا في فرنسا منذ سنة فقط، وناضلت خاصة في إطار الشباب، عضو مؤسس تكلمت عليها لجمعية راج إلى آخره، وشفنا بلي في السنين الأخيرة منذ التسعينات ما كاش شباب ما ولاش يأمن، ما ولاش يحتضن السياسة ولا المجال السياسي، كسوا في الجمعيات ولا في الأحزاب ولا في النقابات، بعد كثير على العمل السياسي على النضال. وشفنا، وهذه أنا لي أول إيجابيات من هذه الثلاث سنين اللي فاتوا، الشباب اللي دخل في اللي احتضن الميدان السياسي والميدان النضال، رغم العراقيل رغم القمع إلى آخره، ما خافش من هذا الشيء، خرج للشوارع وخرج ودار اجتماعات، دار تجمعات إلى آخره. وللآن هذا الشباب ما يروح لهمش، رايح يكون في المستقبل القريب نظن متأكد يكون نوفال جيل جديد في اللي صنع
السياسة اللي في الفعل السياسي في المستقبل. عندي واحد سؤال حاب نطرحه عليك أستاذ حكيم. نعم. أنت من بين الأعضاء المؤسسين للحركة في التسعينات، نقدر نقول بلي في التسعينات الوضعية كانت أسوأ مما هي عليه الآن من الناحية الأمنية. نعم. إليافي لارمي حكم الجزائر دون مان دو فير في هذيك العشرية، وكنتوا تناضلوا وكنتوا متواجدين سياسيا، وواحد ما منعكم وواحد ما حضركم، ولا قانون قال لكم فوزات أغلى لوا. 30 سنة بعد ذلك يجي قرار من سوا ديزون ان ايلو ان بريزيدون ايلو يقول لكم باللي انتم حركة محظورة سون فو دوني دو بريافي، بلا ما يعطيكم دي زيكسكوز ولا دي زيكسكوز فالابل ولا ما هو لو كونستا تاعك؟ اسكو وليتو تقولوا فينالمون في لي زاني 90 يافي بلوس دو ليبرتي ديكسبرسيون كو دوكا؟ كيفاش حسيت في عندما سمعت بهذا القرار التعسفي؟ صح كاين فرق كبير في القمع، ما نقولش في احترام الحريات، لان في التسعينات ما كانوش يحترموا كذلك الحريات، ولكن القمع كان سي فوالا. شكرا. سيتي توليري فوالا. دخلنا لي كوميساريا، ما دخلناش للسجون، ولكن ان توكا حنا في جمعيه تراش كاين ناس واحد اخرين دخلوا للسجون، والان مازالهم في السجون معتقلين من التسعينات الى اخره، ولكن حنا في جمعيه تراش كنا كاين يردونا نروحوا لي كوميساريا، نباتوا ليله نباتوا يومين ونخرجوا. دونك وكان القمع موجود سائد، ولكن كما فول ديزيي سي بلوتو توليري. فوالا كان هناك قمع معنوي، معنوي وحتى جسدي، مي كي نالي با حتى يدخلوا الناس للحباس، كسوا حنا ولا المناضلين تاع المنظمات الاخرى، ما كانش غير جمعيه راج. فوالا. ولكن وما نكذبش عليك، احنا منذ ما اسسنا وتحصلنا على الرخصه بين قوسين الاعتماد من طرف وزاره الداخليه، كنا عارفين منذ التسعينات، منذ بدايه العمل النضالي نتاعنا، باللي يوما ما هذه السلطه هذا النظام رايح يقمع بصفه، رايح يحاول ينحي لنا الاعتماد، كنا عارفين. دونك درتوا غلطه ولا كذا؟ لا لا ماشي درنا غلطه، لان تو سامبلومون نو الاشياء اللي نناضلوا عليها تروح العكس للسياسه نتاعهم، احنا نناضلوا من اجل المواطنه، نناضلوا من اجل احترام حقوق الانسان، نناضلوا من اجل الديمقراطيه، من اجل احترام الراي الاخر، من اجل حريه الصحافه، المبادره الاولى نتاعنا في بعد التحصل على الاعتماد، درنا في جامعه الجزائر العاصمه ندوه حول حريه الصحافه، سيتي 3 مارس 93، و سيتي بور نو ان ميساج. On n'est pas juste ménage jumia ziyada jina bandiru voilà mais jina nitkelmou ala hasab ra'ina mawadi' hamma w tahem el mojtama' el jazairi w kadhalik bel w kadhalik el chabab el jazairi donc on savait que el ashya el khat nta'na el nidal nta'na rayh ya'rqal shay'an ma ولو بصفه صغيره النظام والمسار نتاع النظام اللي هو نفس النظام ليومنا هذا. هذه في المرحله الاولى. الان النظام نفسه وشاف باللي باسكو الحراك نقولوها ونعاودوها، واحد ما ينقول ما ينجم يقول الحراك انا سي موا، ولكن سي ما طاحش من السماء الحراك. صح الشعب خرج 16 في خراطة وفي فبراير وفي الجزائر بأكملها وحتى في الخارج في 22 فبراير 2019، ولكن كان في التسعينات وحتى في العشرين سنة نتاع بوتفليقة كانوا الناس كانوا مناضلين مناضلات يقوموا، ما كناش كنا كمشة صغيرة، ولكن كانوا كنا نقوموا بمبادرات داخل مقر جمعية راج، داخل المقرات اللي كانت موجودة القليلة اللي كانت موجودة، الرابطات حقوق الإنسان، بعض الجمعيات النسوية إلى آخره، كنا نقوموا بمبادرات. دونك الحراك سي أوسي نتيجة العمل النضالي اللي قمنا به.
فوالا. المرحله اللي رانا عايشينها اليوم، القمع اللي راه سائد، والسؤال نتاعك حول رفع الاعتماد على الجمعيه، هو السلطه شافت باللي هذا الشعب كسوا المواطنين ولا المواطنات والمواطنات ولا المنظمات اللي تنادي للتغيير لازم يقطعوا لها راسها، بهنا نتكلموا بصفه شعبيه، يقطعوا لها راسها باه يخوفوا الناس، باش هما يظنوا هذاك الشيء، باش يحبسوا بالجزائريين، يحبسوا من نضال ومن طلب تغيير، تغيير المؤسسات، تغيير الذهاب من دوله سلطه تقمع الى دوله ديمقراطيه كما كان يطلبها الحراك. وال كان من السهل على حكيم انه يغادر البلاد بعد سنين من النضال ويجي لفرنسا ويديسيدي دو تورني لا باج. نو راني في 13 شهر هنا ولا 14. تحسب فيهم بشهر؟ نحسب في النهار. سبحان الله. نحسب في النهارات. ومادام بالاخص المعتقلين موجودين في السجون ومازال الاصدقاء في السجون، رفاق في السجون، والاخير منهم تكلمت معاه بعض الايام بعد قبل ما يحكموه زكي حناش، مادام كاين ناس تعرفهم ولا ما تعرفهمش ولكن عارف باللي راهم في السجون جوست باسكو تكلموا، جوست باسكو عندهم مواقف سياسيه او عندهم اراء تختلف عن السلطه، نو ما تنجمش تكون. وكان كنت عايش معاهم لمده سنين وعشرات السنين، ما تنجمش تغادر الوطن نتاعك، ما تنجمش تغادر الارض نتاعك، ما تنجمش تغادر شعبك بسهوله. ولو راني عندي العمل، عندي دار هنايا مؤقتا، ولكن مانيش مرتاح لا ابدا. ما كاش واحد اللي يعيش في كما يسمى في الغربه وفي الاكزيل خاصه ويعيش بصفه مرتاحه. لا كامي كان يقول باللي ما كانش اكزيل تومبورير، دونك سيت اكزيل هذا المفروض على العديد من الجزائريين هو تحصيل حاصل. العنف، منع الناس من الكلام، من التفكير، حتى التفكير أصبح ممنوع في بلادنا. بعض الصحفيين اللي كنت هدرت معهم منذ أيام ما خلوهمش يغادروا الجزائر حتى وعندهم تأشيرة. قال البوليسي قالوا لا، قالوا ممكن تخرج وتقطع فينا. دونك بريزومبسيون دو كريتيك في دونك هذه المرحلة اللي وصلت لها الجزائر من عدم القبول بالرأي الآخر، سيت اون سيتياسيون دراماتيك. لكن منذ أيام كنا نهضروا مع الأستاذ زواو وكان يقول لنا باللي بالنسبة ليه هو سيت ان دومي إيشيك، باسكو الحراك ما خرجش نخبة سياسية باش نوصلوا للأهداف تاعنا. وقال كلمة مهمة، قال لك النضج السياسي مازلنا ما لحقنالوش باش نديروا خارطة طرق. واش تقول فيها؟ صحيح. مرحبا بلحقنا الضيف الثاني، ضيف أدرج اسمه في قائمة مهمة سوف نتحدث عنها خلال هذه الحصة. مرحبا بك أستاذ يحيى. مرحبا بكم. صباحك صحيح. تفضل يحيى. نكمل مع ونجيو لك. دونك الأستاذ زو كان يقول لنا باللي سي ان دومي شيك باسكو اون ريفوليسيون اللي ما تخرجش نخبة، ما تخرجش اون إليت، بور لوي سي ثورة. C'est un demi-échec, comme on dit demi-échec, fait aussi une demi-victoire. Voilà. Il faut aussi نشوفوا الايجابيات وما نشوفوش غير السلبيات، ولكن عنده الحق على حسب رايي عنده الحق. وانا المشكل المطروح سي با كو ما خرجش النخب ولا النخبه، باسكو النخب موجودين، كاين رجال ونساء سياسيين مناضلين اللي برزوا في وقت الحراك بلا ما نرجعوا على الاسماء اللي برزت في هذا الحراك. ولكن صح خريطة الطريق هي ماهيش في العباد، المشكل ماهوش في العباد، سي با النخبة سي مكونة من أشخاص. أنا المشكل ديالي سي نتاعي سي ما نجمناش نفرضوا، ما وصلناش نفرضوا للسلطة وللنظام ورقة الطريق اللي كاع متفقين عليها. وحنا عارفين بلي السياسه مركزه على لي رابور دو فورس، علاقه القوى، وكون
حاولنا كانوا مبادرات عديده اكسترا، ولكن للاسف كاين الكثيرين اللي ما حبوش يعاكسوا الحراك، كي نقول الحراك المظاهرات بالاخص في الجمعه تاع الجمعه، وكذلك ما نساوهمش الطلبه تاع يوم الثلاثاء اللي كانوا يقولوا نو على نو على ريبريزونطاسيون، نو على ستركتوراسيون اكسترا. نظن باللي يا يو حسب رايي نو با ان فالي با، هذا الحراك ما كانش لازم له، ما كانش واحد اللي ينجم يقول انا نمثل الحراك، ولكن كان من ملزم علينا ان نخرجوا الناس اللي ينجموا يتكلموا، ولو يبوفتيتر ريفوكابل نحوهم في اسرع وقت، ولكن اللي يتكلموا على الاقل كومون سابيل المطالب نتاع الحراك. هذه الاولى. والثانيه والمشكله انا اللي ياسي هذه هي سي الخريطه الطريق اللي ما اتفقناش عليها وما خدمناش، رغم المحاولات في الجزائر وخارج الجزائر، ولكن ما توصلناش الى مبادره نجم نقولوا مؤتمر للمعارضه ولا مؤتمر للحراك الى اخره، باش نفرضوا ورقه الطريق اللي فيها نقاط اللي تجمع كل الجزائريين، ولا على الاقل كل الحساسيات اللي داخل الحراك، الحساسيات السياسيه والحساسيات الايديولوجيه اللي موجوده داخل الحراك. شكرا حكيم. تزيدوا نهضروا على لو بيلون دو حراك بعد هذا التقرير، شاهده معنا. أدرجت أسماء العديد من المعارضين في قائمة إرهابية نشرتها الجريدة الرسمية في عددها 11 والمؤرخ في 13 من فبراير 2022. أسماء من حركة رشاد على رأسها محمد العربي زيتوت ومراد دهينة ورشيد مسلي وعباس عروة ويحيى مخيوبة وفرحات مهني وحركة الماك والمدون أمير ديزاد والمعارض هشام عبود، أسماء للعديد من المنتمين إلى حركتي رشاد والماك. تذيل القائمة التي اختفت مع اختفاء الرقم 11 للجريدة الرسمية، خطوة خطيرة أقدم عليها النظام الجزائري نشرا وحذفا في أقل من 4 ساعات بعد صدور الجريدة الرسمية نشرا، لأن الشارع الجزائري يعرف جل هذه الوجوه التي تحارب النظام الجزائري سياسيا ودون أي نداء للعنف يذكر. وحذفا إذ يدل هذا الفعل على تخبط الجماعات الحاكمة التي تتصارع فيما بينها منذ سقوط بوتفليقة وتعيين تبون على يد العسكر. الطرف الذي يقف وراء الحذف يعلم جيدا أن رشاد والماك حركتان معروفتان لدى انتربول والدول الغربية التي تحتضن الكثير من قادتهما، وإلصاق الإرهاب على أسماء معروفة إعلاميا منذ سنين بمعارضتها لبوتفليقة وحكم العسكر قد يسيء للجزائر دبلوماسيا. كر وفر في محاربة المعارضة خارجيا وسجن وتعنيف لشباب الحراك داخليا وأشيران على هشاشة نظام غير شرعي يعض ذيله ويصرخ من الألم. مرحبا بك أخونا يحيى. كر وفر، أدرج اسمك في قائمة سي امبورتون، خرجت في الجريدة الرسمية أخو مي كيلكو زور بعد ايزون ديسيدي بلي فينالمون سيتي با اوفيسيال. هل هذا النظام يتخبط الى درجه انه اصبح يكذب اي سوتو سانسور اوفيسيالمون؟ اولا شكرا على الدعوه. الجريده الرسميه هي مديوره اولا باش يخرجوا فيها القرارات ويخرجوا فيها المراسيم الرئاسيه وتنشر فيها كذلك التعيينات الساميه في المراكز العليا للدولة الجزائرية اليوم، ولا تخرج فيها التعيينات للإرهابيين لي ديزيناسيون، الوغ كو لا واحد باش نقولوا عليه إرهابي لازم يكون عليه حكم قضائي. اليوم هذه القائمة كلها واحد فيهم ما عنده حكم قضائي مدان بالإرهاب في الجزائر ولا خارج الجزائر. أولا أنا نظن أنه هذه القائمة لا حدت، لانه انها الا اسماء تاع اشخاص. دكتور لقيت اسمك في الجريده الرسميه، يحيى مخيوبه ما درت لك والو. والله
تحب الحقيقه والله كنت خدام في شونتي، عيط لصاحبي الامريكان صافي لونطون هضرت معاك، كي شفت عيط لي قلت دونك سيرمون سي امبورتون سي امبورتون واش كاين، قال لي مبروك عليك وشنو فوالا فوالا سا ما في غير. دخلت للدار اللي غاتني سيك لقيت اسم الشيخ الله يرحمه اسم يما باسكو كي حطوا لا فيلياسيون اه وي ابن فلان وفلانه الله يرحمه الله يرحمه يعني هما كي حتى يحكموا واحد ارهابي بالسلاح ما يعطوش اسمه يعطيو ظهره وما يعطيوش اسمه سي بور سا كو سي با سيريو دونك انا نقول حاجه اسكو زو رياليزي بلي سي با سيريو نحوها ولا بروف نحوها والله نوليو دونك نوليو علاش نحوها القائمة هذه إلا هما راهم يخموا باللي هاد الناس اللي كانوا في القائمة رجالا ونساء خاطش فيهم الأخت منار منصري نعم هما اللي داروا الحراك ولا هما اللي خرجوا الشعب راهم غالطين أنا جني غيان أفوار جي أفوار كيما كومونتار أنت تو أفوار كيما حكيم نوتر بار دو سامبل ميليتون أفراد إلا راهم يظنوا باللي هاد الناس هما الشعب تاع الجزائر هو اللي يسمع لهم ويتحركوا الشعب يتحرك كيما راهم يقولوا لهم هاد الناس بما فيهم أنا مغالطين المشكله انه كاين ناس داخل هذه القائمه كان نتفاهم معهم وكان نختلف معهم ولكن انت كنظام كي تخرج اسماء تاع ناس تحطهم في الجريده الرسميه حتى هاد الناس افراد او جماعات اذا ما كانت عندهم مصداقيه في الشارع راك تمدلهم في المصداقيه هذا غباء سياسي واسماء راهو داخل يعني يا نظام راك انا شخصيا واللي معايا راك تبدلنا في المصداقيه بالك التاريخ راح يقول ما نستاهلوهاش يعني سي لا كومبرون كو يا سير لحقنا الناماتوريزم انكرويابل يعني حتى في الثمانينات ويش فا سي حكيم التسعينات من يقف وراء ادراج هذه القائمه؟ انا كنت لازم ندوز دو تخوا كود فيل اليوم وغدوه انا نظن انه الرئاسه لان الرئاسه هي اللي تتحكم في الجهات الرسميه مش المخابرات دونك شكون اللي نحاها؟ نظن انه سواء المخابرات ولا الضغط خارجي كاين تفسير يقول انه دوله كفرنسا تفسيرها ما قلت لهم سي با سيريوس ماشي ماشي لانه الاغلبيه تاع الناس المدرودين ساكنين في فرنسا هذه واش قلنا في الـ في الـ في الفيتي وكاين انسان اخر نعطيك معلومه هذه الحركات وهؤلاء الناس مقيمين في اوروبا كاين انسان اخر كانوا حين يدرجوه راك تعرفه ما كان نجبد اسمه لا لا تجبد خويا ماشي مشكل هو غايب هو غايب لا انسان عزيز عليا على عباك علاش ما داروش؟ لانه قاضي في محكمه فرنسيه، قاضي سان جوج كوم دون ان تريبيون دو كوميرس. ما يقدروش يقولوا لفرنسا انه هذا الانسان ارهابي وهو في بارتي دو سيستيم جوديسيير فرونسي، إلي جوج ماجيسترا. راك فاهمني؟ دونك انا نظن انه التفسير انه دوله كما فرنسا ضغطت عليها اظن انه يكون عنده مصداقيه، ما عنديش معلومه، مي جو بونس كو يا يو اون بريسيون فرونسيز Parce que vous êtes en train de dire à la France, à la Grande-Bretagne, à la Suisse, que vous êtes en train d'abriter des terroristes chez vous. Hakim, est-ce que Don Belli, nous avons comme l'ihtimad, منعوا حركة ماك, حركة الرشاد, من النشاط في الجزائر. بيستي, حزب سياسي. وإدراجهم في خانة خطيرة أنك تقول هذه جماعة إرهابية معناها باللي تبنوا الإرهاب استعملوا الإرهاب و Et ils ont justifié l'action terroriste. Donc, les gens معروفين عند الجزائريين باللي سي دي زوبوزون دوبوي بيل لوريت. الناس يسمعوا لهم دائما، عندهم شعبيه في الاوساط الجزائريه. اسكو تظن باللي سي نفس الجهه اللي منعتكم من النشاط السياسي هي التي الان هي راهي تمنع من الحركات الجزائريه، من المعارضه الجزائريه باش فينالمون تخاطب الشعب؟ هذا ما كان. اول حاجه ان Je salue Yahya la manière qui fait céphale, comment il prend, il dit, ça m'a fait sourire. Je salue son courage, voilà, parce que sincèrement, voilà, Bidoun Moudjam est là, parce que c'est quand même Hadja Saïba, Hadja Khatira, Hadja Mshir Ralik, mais voilà, au moins, elle a le temps qu'il n'a pas, au moins le temps qu'il n'a pas. Mais c'est que c'est rabat quoi c'est il faut au moins que le mahkama au moins ils font même plus ça maintenant ils prennent même pas le وقت باهي يجوزوها بار محكمه رابيدمون طرطان بين ليله وضحاها ويخرجوها غدوه من ذاك
ces rabbins parce qu'ils pensent qu'il n'y a que sur cette planète. Et donc, nous pensons que c'est possible, la fikra qui a parlé à Yahya Mqiyouba, ضغط ولا على الاقل مكالمات هاتفيه من باريس او من عاصمه اخرى من اوروبا اللي ممكن خلاتهم في لي 90 كانوا يدوكم لابوليس يبيتوكم نهار نهارين يستضيفوكم لكن الان سون باسي ان ايتاج اوتسو ولاو يستعملوا العنف ولاو يحبسوا الناس صافي دير باللي الضيوف اللي جاونا منذ مده قالوا لينانيميتي باللي هذا لو ريجيم اي ديفوني فيولون اي سون فو دي انستيتيون انترناسيونال دونك انا باش تقولوا لي باللي عيطوا لهم فرنسا وقالوا لهم نحيوا لا ليست لا لا يخافوا فرنسا ما يخافوش من بين سي اون احتمال اون بوسيبيليتي مي سي با اون سيرتيتود ركز على هذا الشيء دونك وانا Il est devenu violent, il est devenu plus violent. Il a toujours été violent. Il a toujours été violent et il a toujours violenté le chab n'ta'o, le mounzamat, le mou'aridin, ou il y a des soujouns, ou il y a des menfas, ou il y a des... Voilà, donc il a toujours été violent. Là, t'la, bidaraja, parce que Alesh, Aesh, l'Hirak, parce que chef Belli, il a chef Belli, l'ouïn ou sanna, c'est que chab ekmalihi, والمنظمات اللي سميتها ومنظمات اخرى كسوا راج رشاد الماك الى اخره ومنظمات اخرى شاركوا في هذا الحراك وعن طريق شخصيات بلا ما نسميهم عندهم صدى وحضور والناس تسمعهم دونك il pense c'est là où encore une fois je rejoins c'est pas parce que tu rage c'est pas parce que tu tsanfou le mac ou tsanfou rachad في منظمه ارهابيه ولا ديروا يحيى ولا الاخوه الاخرين في لا ليست راكم رايحين تسكتوا الشعب الجزائري دونك هذه اللي هذا هو الغباء كذلك سيك ما مش عارفين باللي لا هذه المره سي حقيقه حاجه سي دون لو فون دون لو فون ك الجزائريين والجزائريات راه مش قابلين وماش رايحين يقبلوا اكثر واكثر النظام الجزائري يحيى قال بريباري في الحصه كان نقولوا كيري لا كيسيون اللي ممكن نطرحها على يحيى في قضيه لا ليست كي سوا بيرتينونت وليت نخمم على ايت احمد على بن بلا اكسيتيرا الله يرحمهم جميعا الناس اللي هربهم النظام من الجزائر طيله تاع عقود قلت فينالمون بون بدي نهرب هذا الناس وقعد في الجزائر دار شو يحب ومن بعد دخلوا الجزائر بعد سنين وماتوا وراحوا اسكو هكذا راح تكون حياه الناس الجزائريين الذين ادرجوا في هذه القائمه يهربوكم يمنعوكم من دخول الجزائر وتهضروا ومن بعد بقوا على خير. شوف انا جور مام هذيك الليله هذيك كتبت واحد المقال صغير امتي باراغراف يعني لوان موا فولوار كومباري لايت احمد ولا البوضياف ولا هذوك الناس عظماء انا نسميهم كل التاريخ يعيد نفسه ولكن هما سبلوا حياتهم. ما لحقناش مازال ما سبلناش حياتنا لا باش الواحد قال لك انا راني نحسب في الوقت بالساعه عنده عام وهنا جسده هنا وقلبه في الجزائر وزيد هو دخل الحبس انا ما درتش الحبس دونك ما نقدرش نحط روحي في مكان واحد دار الحبس لا بريزون بسيكولوجيك انك تكون في فرنسا 1h45 من الجزائر بور موا سي اوسي بريزون فيرتوال اللي دخلونا لها ابسوليمون ابسوليمون نو مي سي لا فيريتي اسكو رايحين نعيشوا شوف ما عاشه هؤلاء مع نظام بومدين والشاتلي وبوتفليقه مع هذا لو هازار افولو زهر انه في 62 الناس اللي خرجوا ضد جماعه وجده وجيش الحدود سموهم ارهابيين فو با ننساو الصفحه الاولى تاع الجيري اكتواليتي والمجاهد كيحكموا بومدين في بلاد قبائل تيروريست حسين عيد احمد تيروريست وني داكور بوضياف سيتي ان تيروريست كريم بالقاسم سيتي لو شاف دي تيروريست هو وخيدر داير قتلهم داكور في 92 كيف 92 30 ans plus tard 30 سنه من بعد اون جينيراسيون الناس ربحوا الفوت نحبوهم ما نحبوهمش نفهموا معاهم ما نفهموش معاهم ربحوا الفوت يافي كالكان اسمه حشاني كيتي لوان داتر ستوبيد كيتي لوان داتر ديماغوغ ما كانش ديماغوجي ولوان داتر فيولون فوالا ما كانش انسان عنفي طرح حلول سياسيه مع حسين عيد احمد مع غازي حيدوسي ربيطو الفعمرو مع مهري الله يرحمه ايه كانت حلول رفضها النظام
وسماهم إرهابيين. ما ننساوش لقاء سنتي جديد 92 95 أيد حمد علي يحيى عبد النور مهري بن بلا إرهاب مرتزقة في الجورنال دو 20 مرتزقة واسمها كما يسابل بن عروس بن عروس زاهية بن عروس مرتزقة وإرهاب عمارة بن يونس نشفى في البرلمان تاع جوان 97 أو يشفى حكيم كان عمارة بن يونس ديبوتي ار سي دي كي كانوا النواب كانت لو سلوغون تاع لو اف اف اس اليبوك سماوها مشاركة فرصة من أجل السلم اون تريبين بور لا بي كي كانوا يتكلموا على السلم باسكو عامين من بعد مازلنا في الجو تاع الحرب الأهلية كانوا لي ديبوتي كيما فرح واسمه عمارة بن يونس وخالد المسعودي يقولوا لي ديبوتي تاع لو اف اف اس سيد حمد راه في لاسويس ياكل البنان والشيكولا يعني اون ريدوي دي شاف هيستوريك à des mangeurs de bananes et de chocolat parce que leur thèse politique déplaisait à leurs chefs généraux. 30 ans plus tard, après 92, on est dans la même configuration. Parce que Djebou Sharia Touria fait 30 ans l'aula, là, 30 ans l'année, il y a des Sharia Tamoukafahat l'Irhab ou les intégristes ou les islamistes. Aoud Kharid Lam Shab qui m'a dit que Hakim fait février 2019, et c'est la première fois que la population algérienne avait le courage à poser. حطت الملف السياسي تاع الصح فوق الطابله وهو دوله مدنيه ماشي عسكريه. سي تادير هذا السؤال لا لكي تسرد على مسامعنا الاحداث التاريخيه باش نقول لك رشاد ولا الماك ولا راج هل هي حتميه؟ واش رايحين يديروا الان سور لو تيران بور نو با غوفيف لا ميم شوز باش النظام لان هذه الاحداث التي ما حبستش النظام لي جينيرو اون كونتينيو ياتر لي متر سور التيران ابسولومون دونك دوكا عندنا رئيس مدني جابته الكاسكيطه معين لكن راهو يدير في نفس الشيء وفي نفس نعم نعم الامور نعم واش راحين يديروا انتوما كراشيد ولا كراج ولا الماك باسكو بالنسبه لنا جوسكا بروف دو كونترير نعم ميم لو ماك نا با ابلي لا فيولونس بيرسون لذلك احنا في كانال 22 اون فا ابلي اوتور دو سيت طابل توت لا ليست حابين نجيبوا توت لا ليست دي جون باش نوريو للناس نقولوا لهم بلي هذا الناس سيدي سيدي انتيليكتوال الشعب عارف سيدي بصح بغاني الناس عارفه نو مي مي اون فو اترو سي لو غولي مع الجزائريين في الداخل وفي الخارج وسورتو مع لي زوكسيدونتو نقول لهم بلي هذا النظام لا لي زوكسيدونتو عارفين بغاني عارفين دونك نسكتوا ما نديروا لا ما نسكتوا لازم نادلو لازم نادلو ايه لي لوفي تاع واش نديرو رشاد كحركه سياسيه نعم 90% تاع المناضلين تاعها في الحبس و10% اللي باقيين راه في ليترونجي راج كجمعيه وطنيه اللي ديسوت اجوردي اليوم تروح دير اجتماع باسم راسو الجزائر دخل الحبس البي اس تي كحزب سياسي اللي ديسو على خاطر وقف مع العمال تاع الميلوغ في بجايه الام دي اس ديو و جو مسي جامي ايماجيني جو ميكسبريم ان فرونسي Je ne me suis jamais imaginé, dans ma vie, défendre sur un plateau télé le président du MDS, l'ex-PACS. Je le fais aujourd'hui parce que je m'agore. Ce n'est pas parce qu'une femme est assiassine. On a un objectif commun, c'est la démocratie en Algérie. Ça, c'est le minimum syndical. Ou les intérêts ou les ils sont différents. Ça, c'est m'agore. Je le défends. Il y a quelques jours, 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 il y a جمعنا حول مشروع واحد هو الجزائر وجمعنا ضد عدو واحد هو البيروقراطيه هو لا فيولونس هو الظلم هو الحقره المتمثله في هذا النظام باسكو سي نظام فاشي هذا النظام تسيروا الكاسكيطه وهي اللي جابت لنا الرؤساء تاعنا من 62 الى يومنا هذا دونك عندنا دو زيليمون اللي راه ملمينا لكن رشاد في جهه الماكم في جهه راجون في جهه والمواطن الجزائري يقول لك هذايا كي اللي نخرج نهار الجمعه يدوني للحبس وهم داروا رشيد في الارهاب وتاع الماكم في الارهاب دونك خويا انا ما نخرجش صحيح شوف عبد الغني اسكو سي غيزون لا الذين لي ريزون كي امبيشي الجزائريين باش يخرجوا يوم الجمعه وخلاو لي زالجيريان دو ليترونجي يدون سيت جيفل اسو ريجيم يوم الاحد في باريس شوف الاحداث تاع الثوره الاحداث تاع الثوره من بعد واش صرا في لا باتاي دالجي نحكيو على الجي ابخي لا باتاي دالجي لا ريفولوسيون الجي دي فيني باش نفهموا لا ريبريسيون وكي حكموا الثوار سورتو على راسهم العبد بن مهدي الله يرحمه وعلي لا بوينت ماتو والعربي تاني مات ربي يرحمه يا بلو دو ريفولوسيون مون بير الله يرحمه ناتيف دو لا كازبا قال لي دوبي لا ريستاسيون العبد بن مهدي يا بلو دو ريفولوسيون الشعب تاع الجزائر سلم لفرنسا ما سلمش
Il y a une autre action qui a redonné l'espoir, c'était le 17 octobre, on a fait Paris. بعد مورا خرج الشعب لو 11 ديسمبر في بلكور والحمى. دونك اذا الشعب ابري اون ريبريسيون يدخل للدار باسكو يشوف لك لي زينيمون دو ريوسيت نو سون با لا، هذا ما يعنيش انه الشعب لا لي تومبي باسكو ما تنساش والوعي لو 22 فيفري 2019. تفضل تفضل. جو روبوندي على ليدي تاع يحيى، وكاينين جزائريين الان كانوا كنا نحسبهم من بين اصوات الحراك، يقول لك باللي الحراك دوكا انا نابلو ليو دوتر باسكو عندنا رئيس وفوتين عليه والمؤسسات راهي تمشي وخا عطيهم الوقت وخليهم يخدموا اكسيتيرا، لكن في نفس الوقت كاين 40 معتقل من الحراك يضرب عن الطعام، كاين 400 جامعي و دي انجينيور دي ميدسان كي سون بورسويفي دي ميلي دو بورسويت جوديسيير. اسكو هاد لي زيليمون هادو ضعفوا الحراك ولا كيما راهو يقول يحيى الحراك باغونيتر دو سي سوندر كما صرات في ابري لا باتاي دالجي، ويعود الحراك اقوى مما كان عليه، وعلاها il y a eu un changement notable في الحراك en général parce qu'il était international، كانت كل عواصم الدنيا بالحد وبالجمعه تخرج، دوكا الان وكاننا نشاهد بلي الحراك اقوى في الخارج كيف في الداخل alors que c'était l'inverse avant. طبيعه الحال انت كنت تقولها من قبل في الداخل تخمم تروح للحبس ماشي مام با تهدر ماشي مام با تكتب ماشي مام با تدير في ال 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 في الانترنت ولا تخمم تغلط تهدر مع جارك الخبر يمشي يرفدوك. دونك بطبيعه الحال انا جو لور جيت با لا بيير، الناس اللي راهم في الجزائر يقول لك علاه ما يخرجوش وعلاه ما يعاودوش يرجعوا للمسيرات اكسيتيرا، روح في بلاصتهم روح في اسمع بوتفليقه لا باش ما تخرجليش برك لا لا نو نو اسكو لو جون الجزائري كان يخاف يقول لك انا نخرج يدوني الحبس اسكو لو جون الجزائري قلت لك في لي كات مضاد بوتفليقه كان يخاف يهدر ما كانش يهتم بالسياسة. واش كنت نقول لك من قبل من الايجابيات نتاع اللي جابها الحراك واللي رايحه تمد نتائج ايجابيه في المستقبل سي رجوع او دخول الشباب في للسياسه. فوالا لا كونسيونس بوليتيك لا كونسيونس سيتويان اي لي باتاي كي فون افيك. Voilà. Et ça, je pense, donc non, avant les jeunes, c'est fait un mât, ou pourtant qu'on a fait rage, etc. Mais à l'aqal, في les 20 سنة, نتاع Bouteflika, c'était un peu différent, il y a 10 سنين الأولين, mais 20 سنة اللي من بعد, les jeunes voulaient de l'argent, aller partir en voyage, ils riche ou quoi. بعدوا من السياسة. لا رجعوا للسياسة. اي دونك وي aujourd'hui الوضعية ماهيش نفس الشيء. اليوم انا نقولوا باللي اسمح لي اسمح لي على العباره مي تبوجي كلاك بوبي كوا فوالا اسمح لي على العباره دونك تسيب روحك في الحبس. دونك جو كومبخون تخي بيان كو الشباب حتى المناضلين لي جون المناضلين ما يخرجوش يسبلوا بنفوسهم يسبلوا بنفوسهم علاه النادي الخروج للشارع اولا ما يكونوش الناس بزاف اللي يخرجوا وثانيا يرفدوك ويتروح للحبس فوالا هذا واش ربح. دونك نو كل وقت عنده وسائل نتاعو على قضية كنت تكلم على الحراك. الحراك هي فكره وهي ماهيش الا مسيرات. الحراك ليست مسيرات فقط. الحراك نتحركوا في اجتماعات، نتحركوا في التدخلات في الخارج، نتحركوا في لقاءات، في توعية الناس. رانا في حراك يحيى إموا هنا عندك، رانا في حراك، رانا مازلنا عايشين في الحراك. والجزائريين اللي راهم في الداخل ولا اللي راهم في الخارج في اترافير لي ريزو سوسيو اكسيتيرا مازالهم يعيشوا في الحراك. دونك الحراك ماهيش الا المسيرات، و سي با باسكو ما كاش المسيرات كل حراك كملوا الحراك والحراك حبس. الحراك مازال عايش بطبيعه الحال، راه مغطي على نفسه شيء ما في الوقت الحالي باسكو القمع اللي راه سائد على الاقل في الداخل. وما نجموش اون بو با سوز استيمي
واش راه صاري في البلاد. اون بو با سوزيستيمي واش راه صاري في البلاد. سي با مناضلين، سي با رؤساء احزاب فقط، سي با ولو سي ديجا تري غراف، سي با دي جورناليست، سي مواطنين عاديين. ان جون دار ان بتي تروك سور فيسبوك يرفدوه، يعطوك يخبطوه بعام عامين. دونك كومون وهما راهم يحاولوا اي بونس دو لا ميم مانيير كي لون في، باسكو التاريخ كي تهضر على التاريخ il nous donne des orientations et des indices de واش هذا النظام. Ils ont déjà essayé de faire ça. Ils ont même essayé de faire pire, pour ne pas dire ils ont fait pire. Ou alors on n'est pas là pour en parler. Tsinet. Donc, il essaye de faire taire. Il secoue le peuple jazaïri. Il n'a pas eu l'afkar li jet ou منذ بداية الحراك وخاصة الشباب باللي فوالا يا با خط آخر كحنا في السلطة وانتوما في خدمة هذا النظام. كاين نقطة برك بغيت نرجع ليها بلو رابيدمون بوسيبل، طرحت لي السؤال تفضل نحاول ما نتهربش على الأسئلة. قلت لي هل اللي نحاولكم الاعتماد ولا اللي داروا هذا الليستا اسكو النظام ولا طرف من النظام؟ انا ما نحوش نقول لك صح، ما نحوش نعرف شكون اللي شكون داخل هذا الكلون، داخل هذا الكلون كونتر هذا الكلون. اسكو موا جو دي كاع هذا النظام سي نفس الشيء تسمتي مع سيحه وكاع شيء تغيير الجذري. نعم راديكال التغيير الجذري بطبيعه الحال. وهاد الناس انا مانيش من الناس، وخاصه منذ مده طويله مانيش من عندي نظن باللي هذا النظام ما إلي با ريفورمابل من الداخل. فوالا وانو البروف كل يوم، فوالا انو البروف كل يوم فوالا. دونك دونك ما نحاولش نعرف ولو صح صحيح اسمح لي برك ولو حقيقه سي دي كلون كي سو تاب اونتر اي تو، مي سي با باسكو الكلون اكس ا في سا اي سي با الكلون ايغريك. انا بور موا سي كاع ميسه واحده. نعم استاذ حكيم راه يقول لنا باللي هذا النظام يستحيل رسكلته واعاده تاهيله. الا تظن باللي هذا النظام نجح في اسقاط رغم ان الحراك ما كانش عنده تاطير وما كانش عنده واحد يهضر باسمه وما كانش قوه وثوره شعبيه، لكن النظام اخوف ما كان يخافه هو التنظيمات التي تقف وراء الحراك. تنظيمات نعم باسكو في الحراك يا في دراج يا في دي جون دراشاد يا في دي جون دي ار سي دي يا في دي جون دي اف اف اس يا في دي جون دي سانديكا بيان سور سورتو لي سانديكا يا في لي ستوديون. دونك هذه الفئات تاع المجتمع كانت تمثل هذه القوة الضاربة التي كانت هي القلب النابض للحراك. بداوا بتخويف الطلبة ومن بعد لي سانديكاليست ومن بعد لي زافوكا ومن بعد منعوا التجمعات السياسيه ومن بعد نحوا الاعتماد الراج ومن بعد ادرجوا رشاد والماك بن عباس الماك في وحسن بن عباس دوك ينحيوا له الدار وينحيوا له الاعتماد اذا ما حبش يفهم الرساله المشفره التي ترسل اليه كل اسبوع. دونك المجتمع الجزائري يعرف جيدا حقيقه هذا النظام. ايه دوكين كابابل اكزاكتومون ويعرف جيدا باللي هذا النظام يخاف من راج، يخاف من رشاد، يخاف من الماك. لماذا؟ باسكو لا بور دو لورغانيزاسيون، يخاف من ان هذا المجتمع يتنظم. دونك إلي بريون، دونك إلي ديسبيرسي، دونك واحد يخمم من، واحد يخمم من. سهل تحكم فيه. اكزاكتومون. بيان سور. فوالا دونك لا رياليتي اللي رانا نشوفوها دوك في الجزائر. عندما تشوف باللي لا ماجوريتي دو فو سامباتيزون ولا دو فو مومبر سون اون بريزون ولي مومبر دو راج راهم اون بريزون، الناس تاع الماك راهم اون بريزوني وممنوعين من دخول الجزائر، باللي النظام هذا يغفليشي والى اتا اون سيبل امبورتونت. هل كل هذه الامور هي اللي خلات الجمعه الماضيه تخلو من الحراك؟ انا شخصيا خاصه في اون دات سامبوليك. انا شخصيا ما كنتش نستنى الجمعه اللي فاتت يخرج الشعب. اوكي لماذا؟ لانه لي زيليمون تاع لا موبيليزاسيون ما كانش، وكما كان يقول حكيم لا ريبريسيون اللي اتروس. يعني ما نقدروش نكومباري 22 فيفري 2019 مع 22 فيفري 2022. انا 2018 2019 كنت رايح للجزائر ما عنديش مشكل، على بالهم بيا بديك راشد ندخل داير جيرو في مون باسبور عاودتو 2020 عطاو لي باسبور تاع 10 سنين. نروح تلاقيت مع
الرئيس الراج اللي خلف حكيم فرساوي تلاقينا في البيرو تاع راج قصرنا يا بدي سانديكا تلاقيت مع دوطر ميليتون عرضوني الشروق اون 2019 في البلاد راحت سي با لو ميم كليما علاش سبورسا حكم العسكر علاش هما اليوم راهم خايفين وهاد لا ريبريسيون اللي ما دارهاش بوتفليقه وما يديروها هما سي با باسكو بوتفليقه ناس ملاح عليهم نو كيف كيف لانه بوتفليقه هما علاش جابوهم 99 جابوه في 99 باش يخبي يستر جينيرالات لي بورسويت انترناسيونال اوني داكور il avait du réseau l'Emirat les États-Unis l'Europe et tout bon il a bien fait son boulot d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs le deuxième mandat parce que on vous a de profiter des affaires les attaques de 2001 etc هو ولد المالك ولد المخابرات ولد الحدود يعرف مرحي donc petit à petit il a commencé à grignoter des parts de grignoter plutôt des parts de marché derrière les soldats il a pris du pouvoir un peu de pouvoir الجيش وخاصة المخابرات خلاوه سي با باسكو يخافوه سي باسكو سيتي إل إيتي يوتيل واحد كيما توفيق مثلا ولا واحد كيما نزار كيون دي كاسخول كي تخان دي كاسخول تاع التسعينات أن بوتفليقة سوبر بويسون قدام الشعب وقدام لا كوميونيتي انترناسيونال إيتي يوتيل باسكو هما يتخباو هما حابين يتخباو دونك هو أون طونك سيفيل أون طونك أونسيان ديبلومات دخل في لي زانال تاع الدبلوماسيه مونديال يعرف يدير شويه السياسه دايور نعطيك مثال لو بروميير بريزيدون دو لو دوزيام بريزيدون دو جي بي ار بن خضر الله يرحمه مات في ليبوك زروال اون سامبل انونس دو 3 سكوند في لو ان تي في سي كون ميم لو بروميير بريزيدون بارجيلي انديبوندونت شوف ليبوك تاع بوتفليقه كاع لي زونسيان هيستوريك تاع لا ريفوليسيون اللي تفاهم معاهم بوتفليقه واللي ما تفاهمش معاهم كلهم دار لهم جنازات او شبه جنازات رسميه يعني باش تشوف لا ديفيرونس ما بين بوتفليقه والزروال عسكري والاخر عنده رؤيه سياسيه الا ايت حمد حاولوا ما داروش نو حاول بصح حاول انت با كونتر كيما ايت حمد بعث له طياره في سويسرا جاب العائله تاعو وحدهم داروا له استقبال رسمي في المطار دار حداد وطني دونك اون بو با دير كو الى انور سي ريكوبيري ما قدرش باسكو يا تحمد انسان مونا يتحمد ربي يرحمه كي انور السيستم فوالا هاي لا ديفيرونس بوتفليقه بوندون 20 طون وزيد الى في لي مويان دو سا بوليتيك كما كان يقول لك حكيم الناس كانت تحوس غير تعيش باسكو فوق بوتفليقه هضر حتى تموت كاين دراهم اليوم مور بوتفليقه يا دو شوز كريز ايكونوميك اي فينونسيير كي بريسيبيتي février 2019, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il n'a plus les moyens de sa politique. Et la deuxième chose, je vous disais, c'est qu'il y a une guerre de 200 ou 250 000 morts, éradication, les gens qui ont été tués, les gens qui ont été tués, les étrangers qui ont été tués, les gens qui ont été tués, il y a une guerre de nouvelle génération, ils ne sont pas tués en 1991, mais ils ne sont pas tués, ils ne sont pas tués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la propagande leader t'a pendant 30 ans, accède. Qui met la propagande leader t'a les historiques, Fletta Houstine, Tinoustine, Kherjouk, la jeunesse t'a 88, 89, donc, had nidam fahamblik, wesh der kamel, 30 ans, 20 ans après, t'a une nouvelle génération qui remet à plat. كامل لا بروباغوند تاعو اليوم كلمة دولة مدنية ماشي عسكرية واسم لي جينيرو كنا نقولوا جينيرو اساسان ولا اليوم الشارع يخرج اسماء لي جينيرو بالاسم بالتصويرة ما تنساوش باللي الحراك رجع نزار يوتيوبر ولا يدير دي زابيل الارمي في يوتيوب ما نسيتوهاش هذه نزار هرب لاسبانيا يا ان فانتين لا ان ترونتين دو جينيرو اليوم في الحبس سي با ريان بور ان ريجيم ميليتير كيما تاع الجزائر دونك اليوم علاش كاين هاد لا ريبريسيون؟ لأنه النظام فهم أن المجتمع تبدل وفهم بلي الوعي السياسي تعمق داخل المجتمع واش بقالو؟ عنده حلين سوا يفتح حوار مع هذا المجتمع وهذا واش أنا كامل نتمناوه كمعارضين لأنه إلي أونكور طون دو ريفورمي لو سيستيم بوليتيك أون ألجيري دو ريفورمي دو مانيير تري سيريوز إي بروفوند هذا الشيء ماهوش قابلو من 2019 والناس تقول له خصوصا من عند اليساريين للعلمانيين والاسلاميين الشيء الثاني هو القمع راهو يدير فيه افيك اكسينوس ما قدرش يروح للعنف تاع التسعينات لانه اون فاس ما كانش ارهاب ما كان لا ارهاب عملي
ولا لفظي. بصح هو واش لازم يعرف يتعامل؟ يعرف يتعامل مع الارهاب. فو با اوبليي قبل هذه القائمه كي ريديكول لونسي مينيست دلانتيريور واش قال؟ مع الاول قال لك بلي هذا الحراك تاع المخناتين، ومن بعد واش قال لك؟ قال لك هذا الحراك تاع القاعده. شفت دونك تهمه الارهاب من 2019 ثم اصبح الحراك المبارك المبارك. دونك نختم بهذه الكلمه انه القمع تاع النظام اليوم لانه خايف، خايف لانه الشعب الى بوزي لو فيريتابل بروبليم بوليتيك في لارجي دوبي 62 سي لو كاركتير ميليتير de l'État algérien, qui contredit tous les textes fondamentaux de la révolution de novembre, il contredit tous les textes fondamentaux de l'État nord-africain, qui parlait déjà de constituante dans les années 30. استاذ يحيى راه يقول باللي يمكن صار ريفورم اللي بوسيبل. دونك بين هذا وذاك انا حاب نفهم، تعطيني رايك في قضيه لي كلون او سان دو ريجيم الجزائري. انت مناضل منذ التسعينات، كنت من المؤسسين لراج، اعطاكم اعتماد، نحوه لكم، اضطهدوكم، ضحكوكم للحبس، اعطاكم سعة من الوقت للحديث الى المواطن، لكن كونسيل سالي زارونجي. لكن الان ايزون ديسيدي بلي هؤلاء التجمعات، هذه الحركات، هذه الاحزاب كلها ريبريزونت ان دونجي فينالمون. قال لنا يحيى بلي بوتفليقه ايليتي يفوزي لا بوليتيك. انا نظن بلي خبث سياسي ماهيش رؤيه سياسيه، لانه كان يستعمل الخبث في كل المناصب وفي كل الاماكن ومع كل الناس، حتى انه قال باللي شاك الجيريان اون بولموني، قالها للعديد من المقربين اليه، وشرى الناس الكل، وادرج في السياسه الحديثه للجزائر سياسه الريع، فاصبح يفرق في الصوارد، والمجتمع تاعنا عجبه الحال ولينا نغني اكسترا. الان تغيرت الامور، عندنا ازمه اقتصاديه، عندنا أزمة اجتماعية، لأن الجزائر تشهد حالات طلاق بالآلاف كل سنة، تشهد حالات بطالة رهيبة، عنوسة، عنف اجتماعي. المواطن الجزائري أصبح عنفي مع المواطن الجزائري، هنالك عنف في المدارس لم تشهده الجزائر من قبل، هنالك عنف لفظي في الإعلام، الإعلام ذوكا ولا يسب الجيران بوقاحة، ولا يسب الناس بوقاحة. والقانون يقول باللي تو نو با تقذف انسان بدون دليل. اصبح النظام باكمله يكتب في الجريده الرسميه ان فلان ارهابي بدون دليل. دونك انا جو مي دوموند سي فوز الي ديبوزي بلانت كونت سو ريجيم باسكو با اوز انستونس انترناسيونال، باسكو انا باش واحد يجي لي يقول لي انت ارهابي، ولادي يقولوا لي انت ارهابي، بوي خليك حكيم يحضر مع جورج بولي لابارون. اسكو هاد لي غير انتستين اللي راهم في هذا النظام اللي يدير منشور صباح وينهي العشوه، الكل يعلم باللي هذا الرئيس اللي جابته المؤسسه العسكريه الي بي اي بوين لي ما يقدر يدير والو، راح للقطر وقال للجزائريين اجتمع الى شكواهم، كوم لي زالجيريان راهم عايشين في القطر راح يشكيو له المشاكل تاعهم باش يحلهم، وهو لم يزر مدينه واحده في بلادنا او ولايه واحده في الجزائر. دوبي صافي كومبيان طون 3 ans هو رئيس علينا. الا تظنون انتم كمناضلين وكاحزاب باللي هذا النظام راهو دون اون سيتياسيون كاتاستروفيك ا تو لي بلون ايكونوميك اي بوليتيك، ولا لا ريزي دو موند، حتى ولاو يقولوا قلتوا لي باللي فرنسا عيطوا له قالوا له نحيوا هذا المنشور. احتمال مي او رياليز توس باللي في الاروقه الدبلوماسيه الجزائر ما عندهاش لو ميم ايفي، ما عندهاش لو ميم بوا كو بوندون لي زاني 70. دونك بوركوا انتم كمناضلين وكمعارضين وكاحزاب سياسيه ما تجتمعوش على هذه الخريطه اللي تهضروا عليها اكل خريطه الطريق وما ديروهاش جامي فون لا غيليزي جامي؟ ما هو الاشكال؟
وانا ماشي با البورطالول دو دو يحيى دي تو نو دو 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 يحيى تقولنا باللي راه جات لي ما قبلوش نو نو سي با سا نو سي كو ما نظنش ما نظنش اي لي لا بو مو كوريجي بلي قال بلي هذا النظام اي ريفورمابل الى دي سي جي بيان كومبري لا بوسيبيليتي دو ريفورم بروفون دي انكور بوسيبل دونك واي بوسيبل اوتون بور موا نو موا جو بونس كو il a été trop loin et que si un jour j'ai voulu me faire croire qu'il était réformable Bekri. Là, maintenant, je veux dire, voilà, je pense que non, il n'est pas réformable, et encore moins maintenant que ce qui, éventuellement, il a pu l'être, Melkbel. Parce qu'il a été très, très loin, et parce que, qui m'a coûté de goula, qui m'a fait une barre générale, être un khaifin, yahak mouhom, mais il les passe devant les tribunaux internationaux, etc. C'en est la même chose pour le. Ils pensent que c'est leur seule solution. L'hal l'wahid l'ihom, c'est. تقمع تقمع تحاول تسكت بكل الوسائل بكل الوسائل الشعب والمنظمات اللي تخدم داخل هذا الشعب وموجوده داخل هذا المجتمع الجزائري دونك سي اون فويت ان افون اي وي نو سوم دو بلوس ان بلوس دون اون سيتوياسيون كي فرول لا كاتاستروف وي نو لو سوم وي الوضعيه راهي دو بلوس ان بلوس تدهور ورايحين يا للاسف ممكن نلحقوا الكارثه باسكو هذا النظام ممكن اي سوري بري يدي الجزائر البلاد وكل الجزائريين للكارثه جوست باش ما هو ما يتنحاش من السلطه و سي با سولمون بور لي الماك اني لحق اني لكل القوى اني لحق اني لحق اني لحق اوكي اول حاجه سك حاولنا ما نجموش نقولوا ما درناش حاولنا في وقت الحراك كاين منظمات كاين جمعيات كاين دي كوليكتيف حاولنا في الجزائر لا لا ما لحقناش باسكو لي شوز ما تنداش في بين ليله وضحاها والوقت والوقت الوقت اللي رانا الوقت اللي رانا فيه الان باش نحاول نجاوب السؤال راه كاين محاولات كاين بعض المبادرات راهي تتحضر راهي تتفكر بين بين هذه المنظمه او اعضاء المنظمه ومنظمات اخرى كاين مناضلين راهم نعطيك مثال صافي دي موا دي موا شهور شهور وحنا نتكلموا على اهميه نقوموا بتجمع ميتينغ دو سوليداريتي انترناسيونال مع المعتقلين ومع ضد القمع ومن اجل الحريات اي با اون امي دي موا اي دي موا بور لو بريما بور لو بريباري با حضرنا اي اون بال كو دان ميتينغ باسكو الناس كي باش تلاقي الناس اوتور الطاوله وباش توصلهم ان اكور بيناتهم اتفاق بيناتهم ماهيش قضيه سهله باسكو كاين اختلافات بيناتنا كاين اكسترا يا با جوست لا ديموكراسي اللي تربط بيناتنا كاين اوسي ماضي اللي مملوء كذلك بالدماء اللي ممكن يفتقر يتكلم على التسعينات يصعب الامور دونك مي سا فدير ما تنجمش ديرها في خمس دقائق مي الفكره مازالت موجوده الفكره موجوده والحل راه في هذاك الشيء باسكو قبل ما نقولوا للناس خرجوا للشارع ولا يعاودوا يخرجوا للشارع اكسيتيرا يفو تكون ايغالمون اتفاق بين المنظمات ماهيش بين المنظمات بين الاحزاب السياسيه وموجوده داير وموجوده داير وموجوده داير باختصار لو باد مثلا سخت ما فيهش كل المنظمات ما فيهش كل الاحزاب السياسيه مي يا لو باد لو باد موجود كي الميريت ديكزيستي فوالا كي الميريت ديكزيستي دونك هو هدف ورانا نخدموا بوغ سا بالحقنا نوفمبر 54 الناس خدموا بوندون 10 سنين ولا قبل ما نوصلوا ليه لا كذلك رانا في تقريب جيسبر نديروا اقل من 10 سنين مي رانا نخدموا لهذا الهدف شكرا يحيى قناه 22 معنيه بكل المعتقلين السياسيين في الجزائر بكل توجهاتهم وكل ايديولوجياتهم وسنسعى دوما لنوصل صوتهم الى العالم وباش نحروهم باش نعاونوا عائلاتهم وباش نعطي نقولوا للشعب الجزائري والشباب الجزائري باللي لي زالجيريان فون اتر هما حاملي الحقيبه الجدد حنا ما نحتاجوش لي زيترونجي نحتاجهم بتاتخ مورالمون ان سوتيان سيكولوجيك مي نظن باللي الجزائريين عبر العالم عندهم القوه اللازمه والوعي والنضج السياسي اللي يخليهم يقاوموا هذا النظام بسلميه
لانه كما قلت انت يسي يقدر يسبح في العنف ويسبح في الكذب وفي الخداع، لكن عندما تكون الامور سلسه وباينه وشفافه يكون ضعيف جدا. في حركه رشاد، الا ترون بان الوقت مناسب لمد اليد لكل الحركات الجزائريه السياسيه المعارضه؟ تقاسمتم معها الطرح او لا؟ تقاسمتم معها الرؤيه الايديولوجيه ام لا؟ Il est grand temps, à mon avis, de se mettre autour d'une table لكي نحقق هذه الخارطة التي تسمو بنا جميعا إلى أننا نصبح un porte-drapeau تاع هذا الحراك الذي تبنينا رسالته جميعا. On ne demande que ça. في دقيقة من فضلك. في دقيقة، شوف كي نقول لك on ne demande que ça، ça ne veut pas dire qu'on a fait le nécessaire والآخرين اللي ما خدموش ماشي مليح، حنا on est les meilleurs. Non. حتى المعارضة الجزائرية اللي في الجزائر اللي في الخارج يكومبي رشاد فيها عيوب فيها نقائص، وكما قال لك حكيم حنا 2019 سي فري كو لا جينيراسيون اللي خرجت في الشارع بالك ما عرفتش لا غير كونتر لو سيفيل تاع لي زاني 90، ولكن الاغلبيه تاع لي ليدر بوليتيك عرفوها وعاشوها. دونك سي بور ساك في 2019 و2020 اون ايسيي اون ايسيي مي سيتي با بوسيبل، لانه غير تهضر مع بنادم يقول لك زاني 90 وهذاك قتل وهذاك الى ليجيتيمي لي زاساسين، راك فاهمني. اليوم العنف هذا اللي راه يدير فيه النظام القمع، اليوم النظام ماهوش يفرق ما بين الاسلامي والعلماني. اليوم لي ميليتون تاع رشيد في الحبس، فتحي غراسه في الحبس، محسن بن عباس بورسويفي، كريم طابو بورسويفي، راج الي ديسود، Le PST, parti trotskiste, il est dissous. Le FFS a été rappelé à l'ordre, sinon, même quand il est dissous. Donc, il y a une nidam, il y a un islam, il y a un imani. Donc, nous, comme Mouaridin, nous avons cette responsabilité. Nous avons dit, les Ikhwani, في رشاد, nous avons dit, 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 nous avons لازمنا نتفاهموا على وثيقه سياسيه واحده. ماناش رايحين حنا نرسموا المستقبل تاع الجزائر، ما راناش رايحين حنا نكتبوا الايديولوجيه السياسيه على حتحكم الجزائر في الوقت الديمقراطي، ولكن لانه هذا قضيه تاع الشعب، الشعب هو اللي يختار، ولكن من مسؤوليتنا ان نقدموا للشعب تاعنا اللي ضحى عامين ونص وثيقه سياسيه موحده تكون عندها رؤيه حول التغيير السياسي، وما هي الجزائر التي نريدها، ما هي المؤسسات الديمقراطيه التي نريد بناءها، وما هو التداول، ما معنى التداول السلمي على السلطه والديمقراطي، وان الانتخابات ماشي مره برك، الانتخابات كل 5 سنين، وماشي باسكو انت لحقت للسلطه الاخر يدخل الحبس، ولا ما عندوش الدروه يدير جورنان، ولا ما عندوش الدروه يجوز في التلفزيون، ولا ما عندوش الدروه حتى يكري قناه. هذه انا جو بونس كو، وخاصه الناس اللي راهم في ليترونجي، On a cette liberté de le faire. Je pense qu'il est temps. Les gens disent donc, bon, il faut commencer à réfléchir parce que c'est un travail. C'est normal. Mais il faut commencer à le faire. Et nous, nous avons dit que 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 nous avons يقولوش انت رشاد اللي انت باكس اللي انت بي اس دي، حنا معتقلين تاع الحراك، حتى العساسين تاع الحبس يتعاملوا معاهم كمعتقلين تاع الحراك، ما يقولوش انت راجل انت ار سي دي ولا رشيد. دونك الى حنا اللي رانا في الخارج، انا برا اللي راه في الجزائر وخاصه اللي راه في اوروبا، لازم نتحركوا دون سو سونس. لو كان اون لو في با داير نعطيني رمارك سكي ديرونج دو ريجيم، خاوتنا اليوم داروا ميتينغ على المعتقلين، وكنت حاب نروح ما قدرتش نروح. انا شخصيا شفتها حاجه مليحه، حاجه دي بارطاجي سور ما باج، كاين ناس ما عجبهمش الحال، هم لي ديموكرات تحالفوا مع لي زيسلاميست، عاونا با لو دروا 22، احنا رانا ماشي في قناه هاي طري بيان فوز بيان في، نحن معنيون بكل المعتقلين. اعدكم اعزائي المشاهدين باللي سوف نحاول ان نضع حول هاته الطاولة البيضاء كل المناضلين الجزائريين، كل الناس اللي راهم في قائمة الإرهاب، كل المعارضين، باش نصفيوا قلوبنا حتى تولي بيضاء كما هذه الطابلة، ونديروا هذه الخريطة الطريق التي ينتظرها الحراك الشعبي المبارك في الجزائر.
ونحن معنيون كذلك بعودة السلم والسلام في بلدنا. الحراك الجزائري تبنى سياسة واحدة هي اللا عنفية ومدنية مش عسكرية، وسوف نسعى دائما لكي نوصل إليكم الكلمة الحرة، لأننا نريد من الشعب الجزائري ومن كل شاب مواطن ومواطنة أن تفكر بحرية وأن تتكلم بحرية وأن تعيش بحرية. شكرا يحيى، شكرا أخويا حكيم، ابقوا على خير، في أمان الله، نتلاقوا في بعضكم.